أنا بشتغل من 20 سنة صناعتنا الخزف والفخار، كنا فاتحين الورشة وكنا شغالين والحمد لله يعني كان الحال ماشي وكده. بعد كده جاءت الثورة وكان معايا ورشة كبيرة واتسرقت بالكامل. بعد كده جاءت السياحة نامت والبلد كلها نامت، الدخل كله مفيش دخل. سمعت ان في قرض بيتقدم، قدمت عليه اللي هي القروض الصغيره، وقدمت على القرض والحمد لله يعني جاني واشتغلت، بدات من جديد. لاني انا معي اولاد، 4 اولاد في مراحل مختلفه من التعليم، وانا احنا اللي بصرف عليهم يعني، انا وجوزي، هو بيطلع الحته وانا بساعده، شغالين انا بشكل الحته واطلعها. الحمد لله الحال اشتغل والحال ماشي الحمد لله، يعني دلوقتي شغالين والحال تمام الحمد لله. بشتغل مع جوزي، بنساعد بعض ايد بايده، دي حاجة مش جديدة علينا من أيام أجدادنا، يعني المرأة بتطلع وبتساعد جوزها وبتنزل كانت الأرض وكده يعني.